فصلت الامتحانات ان شاء الله يوم اخر يوم، واتمنى الموفقية والنجاح للجميع. سوالك مش ماشي لا صورة ولا ابد. التوفيق للطلبة ان شاء الله، نتمنى لهم الحظ والتوفيق ان شاء الله بالاولى بالثانية بالثانية بالثالثة وكذلك، وان شاء الله يا رب عطلة سعيدة على الجميع. شباب امنياتكم انتهت الامتحانات نجاح والله ان شاء الله الدور الثاني نجاح الدور الثاني اول بس بالثالث الدور الثاني بس بالثالث اقصى امنيه عندي بس بالثالثه دور ثاني والله يا ساعاتي الاخيره وانتهاء سنه جديده وان شاء الله تثمين جهود الطلبه وتعبهم اللي هاي على مدار سنه كامله من جهد وتعب وسهر وان شاء الله يطلعون بنتيجه النجاح احسن الله عندك عندك ناون زائد فيرتبي زائد ادفير جملة ذكر الزهيرة عندك عندك فيرب اثنين لو بليس لو تايم الأدفير ليش تايم السلام عليكم ان شاء الله النجاح والموفقية لجميع الطلاب صح راح نشوفكم بالدور الثاني كلكم بس ان شاء الله نلتقي بكم بالمرحلة بالتوفيق لكل الطلاب وان شاء الله نجاح وتخرج والموافقية بعمهم الدراسي هذا وتكون الأعوام الدراسية بإذن الله أسهل وأفضل لهم على جميع المستويات طبعا اليوم آخر يوم بالامتحانات مرحلة رابعة هنا قسم إنجليزي ويعني راح نشتاق للمة هاي والضحكة وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله بارك الله Actually, this is the last day of our exams today for the stage English language. It's really a sad moment that we will separate and we're not together today anymore. Thank you so much. طبعا اليوم اخر يوم بالامتحانات طبعا يوم كلش حزين ما اقدر اعبر كلمات ما جاي اسعد فيهم راح اشتاق لجماعتي للوجوه الطيبه هاي الكليه واتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق بحياتهم الدراسيه
Thank you.